والله اني وستين. ابي منصور جو. Can I control my anger and tilt in this game؟ روح دور لك على اي حاجه حقت اي كيو زي كذا. تروح تتعلم emotional intelligence how you can control your هذا it will help you حتى في حياتك مو بس في ليك. understanding التلت, understanding متى تزعل, understanding متى تخرج عن طورك. ناس كثير ما يعرف ان هو اصلا خرج عن طوره, لما يوم ما تخرج عن طورك ما تبدأ تفكر بعقلك, يبدأ عقلك يعني عقلك اللي هو cerebral cortex اللي هو الاكتف يبدأ يشتغل السبكونشس حقك وياخذ الاكشنز اللي هي كلها غلط. هي تعرف لما واحد يجي يرمي عليك حجر ايش يسوي, ايش تسوي؟ طبيعة الحال تلف صح؟ ما فكرت خلاص متعود عقلك الباطن انه ياخذ حركات بسرعة. طبعا الأميجدالا هي اللي في جزء في العقل سبحان الله هي اللي تاخذ التصرفات هذه. والناس عندهم ثلاثة يعني الناس اطباعهم او الرياكشنز حقتهم واحدة من ثلاثة رياكشنز, يا يقول لك فلايت ولا فايت ولا ايش ولا فريز ريبل اف. يا حتجري تفقع, يا لو جاك اسد يا حتجري يا حتسنن محلك يا حتروح تتضارب معه صح. كل واحد له. فهذه الفندمنتلز قد كل البني ادمين. الجيم نفس الشيء, لما تزعل في الجيم على طول السب كونشس حقك ياخذ, ما هو شايف اسد قدامه بس شايف صارت حاجه مزعرتك خلتك فاير, فحيبدا ياخذ رياكشنز عنك عشان هو حيحاول انه ياخذ رياكشنز بسرعه من دون ما يفكر. الرياكشنز هذه اللي بسرعه من دون ما تفكر انت ما انت معودها انه انت تاخذ رياكشن صح, ما انت معلم عقلك الباطن انه ياخذ رياكشن صح. فهو زعلان كل شيء تسويه غلط. فافضل شيء تسوي وانت زعلان توقف. متى تعرف انك زعلان؟ هذا اول شيء لازم تنتبه له. لازم you point out okay I am tilted, عندي مشكلة, اهدا calm down, ماني قادر I calm down I have to stop. ماشي. واكبر غلط اشوفه لا هو زعلان مطرطع مفلي انا كويس انا كويس انا كويس, على الجيم اللي بعده الجيم اللي بعده يعدي من خلق الله كلهم الجيم اللي بعده الان. فrecognizing يعني اول ستيب دائما في حل اي مشكلة ايش هو, نعرف متى المشكلة تطلع right, او نعرف السبب حق المشكلة او نعرف is identifying متى المشكلة تبدأ. طيب اللي ما يعصب ابدا يحتاج يعني يكون شديد المواقف الصعبة مو مسترخي, لا ما له صلاح. emotional intelligence تعلمك كيف you control your reaction. انت زعلان ما فيها كلام, صار موقف يعني لا قدر الله حالة وفاة حالة إصابة حالة هذا انت زعلان. احنا ما نقدر نتحكم بايش يزعلنا بس نقدر نتحكم كيف نتعامل مع الزعل هذا. فاهمني؟ يعني وصلت المعلومة يا شباب؟ الشيء اللي زعلني خارج عن إرادتي. والإيموشنال إنتليجنس كورسز تعلمك على الكنترول دايجرام يسموها, اللي هي إيش الحاجات اللي أكن كنترول, إيش الحاجات اللي أكن إنفلونس, إيش الحاجات اللي أكنات كنترول. أي حاجة I can control تزعلني I أقدر أعدلها أصلحها. أي شيء I can control I can influence يعني واحد حرمتي زوجتي أبويا أمي أخويا أختي أقدر أوصل له. في حاجات برا out of control وفليك كل شيء out of control right. فليك يعني ليك عامة تنطوي تحت two sides of the control spectrum, يا you can influence ولا you cannot control. you can influence لأنه في بني آدمين يقول بينج 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 بينج. انا ازعل لما اتفرج على واحد ما يسوي بينج طول الجيم يقول يا اخي ما يسمع كلام ما يدور. طيب بنكت, طيب هرجت مو سبيت ولا تريكت ولا هذا, بليز هيلب مي ميد ليت مي جو ميد, اكتب بينج مزبوط. فهذه يو كان انفلونس. بعد كذا انت سويت هذا كله وما سوي شيء يو كانت كنترول رايت, واللي يو كانت كنترول المفروض ما يزعلك. مو بس المفروض ما يزعلك, المفروض يو دونت كير. اوكي فصار موقف زعلك في داخلك, انت الرياكشن حقك طوف كسر ام الكيبورد ارمي الشاشه اصقعها بوكس, هذا انت ابو كلب. الرجال اللي حسب نفسه رجال كل ما واحد جاء قام صفق وكف وزعل وتضارب معاه ورفسه برجوله وقال انا شنب, هذا مو شنب هذا بزر, هذا اصغر واحد عقلا, هذا أصغر واحد يعني نفسية وتربية وماتشوريتي ما في مزبوط. To be honest you are right but is acting like that make you climb with bad people or not? Yes it does.
Imagine it like this. You're playing a game, you got tilted. When you got tilted, your performance got lower. Your personal performance got a lot lower. The next game, your personal performance got a lot lower. So you have a higher chance of being able to win if you're not tilted, yeah, Basha. You definitely do. But whether you can win that game or not is irrelevant. The idea is your performance. احنا هذا اللي بنركز عليه. بنركز على البرفورمانس حقنا consistent. نفس البرفورمانس. مو جيم انا جايب 200 كل وبعدين بعد ما اجيب 200 كل اقول اوه انا شوفه انا الجيم هذا سويت 200 كل تفرجوا علي. الجيم الجاي انت مقتول 10 كلات. ها يلا. ايه؟ انا اسوي دريك. ايش ذات؟ ايه تاج جنايت. محمد اشتغل يا عيال. محمد حياخذ الكلات كلها زي العادة. نيفر مايند. محمد كل شيء بتاخده يا محمد تاخذ الكلات وتاخذ الجولد ايش اسوي انا لا اخذ هو 30 في عيونك يعني بس مو كده ال 300 هذيك تجاهل 30 قلتت نولت نولت عندك زفت في عندك زفت والله العظيم اني حسبه خوي استنى هذي لا هذي لا هذي لا هذي don't die man please مام بام مام كل ماندو كل عنا ساندرا فريد بداية سيرس دراغون صحيح دراغون إيه وفل شتى هذا إيه رح نقوم إذا ذبحنا فوز التيم فايت ساندرا سوى تلتي؟ بدي ساندرا تلتي ولا؟ ترى وراي يا وراي. هذا حاسوي له جوست. بتلقي جوست. بس. هذا يجي. بارو. يا أخي محمد. لما يركز يحترف صراحة. بابا. Just look at it, just look at it, don't damage, go at it, on bottom, hey, behind us, Kiki. He's ignited. We killed him before you died, GG. Karma, not that he's messed up. Let's go Karma, after we've finished from the bottom. Yeah, finish bottom, finish bottom. Shut down. Tekfa, I'll drop bottom before my heal jacket. Flash! توج الارو دش خش على ده جو جو مان جو جو فلاش كاب تواس تفكر فلاشت عشان ال شفت عاش ارو انت عاش ارو ما ياس عاشف بموت ليتس جو بوت كيكي بوت كيكي بوت يو هاف تي بي بس اول جول ميديس انا اي اذبح هذاك اذبح منصور منصور بارن يرحم لي ابوك ادري اذا ما تعرف التلت يا مين اللي كان يقول لي تلت ترى this is تلت منصور is يعني recommended by the doctor صراحه for تلت if you want to get تبغى ضغط دم وتبغى سكر منصور is the right approach خلني اسوي لها نايس باندا شو سويت دوج والله اني وحش يا اخي هذا توفى نو انت يور جو وات التاور ضربني يا عمر التاور طلعت برا الرينج يا رجل شوف فين وصلت انا في مخهم يا عمي التاور يا عمي خفت انا اخذت 3 هيت وانت اخذت الهيت اللي بعده من جي يا الله انا بجرب معاه شوي بجرب معاه ده ترى قوي والله انت مش مستوعب اعرف انك قوي بس هو اي اعرف انك قوي يو كان جيت يو كيكي تيليبورت وات ذا فوك از ذات مين ساين كنت بوقف التليفون جيبوا هداي سيداي سيداي خليه يخلص هذا الزباله ماله هذا ما تخلص حبيبي هذا ستيج اوف ذا جيم ما تخلص وصول رجع ما ممكن تحس يقول لك والله
ركزت كل شيء عندي يعني اكثر من كذا ما عندي هي لان فاكينج ديث دانس. طب ليه ما انت ماخذ موريلو طيب ولا حاجه؟ هذا وش انا جاي فيلوز فيلوز بطمر اشوفكم عقب اسحب 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 جراب تكسيك بايموت يعرف ما عندي يلا دفهم الرجال عيال ايش عيال ايش تسوي لك امور خرايا عليك يا شيخ وهذا سول اعطيك سول ما ادري كل جيم ولا حد ادري تعال بعدت يلا تسوي مور دامج عمر ستوب ذا بورت لا غلط كنسل والله ما في امل مصول جالس تهرج انت مصول جالس يهرج لا والله سويت دريك سول بموت والله كنت بموت معك شفته انا ثلاثه مره بدنا نذبحها عارف انت خلص الجيم كذا لا 12 سكند يطلع تشيل مني نويفا لا خلص الجيم ادير هو خلص الجيم يب خلصوا ساين جو مني نويف بليز مني نويف تك مني نويف ثانك يو اوكي وي كم جو كل ذا مول ليف ذس جاي هي دازنت دو دامج على هذا ليف هيم كل ذا اذرز عيال اوه ماي جاد ناو دان جي جي فاكين شيت جايز الله ايش اللي الحق والغبي ذا هذا كله من راكان قال نجرب نذبحه انت اللي قاعد تحاسب قلت ايه قاعد اجرب قاعد اروم قاعد تبن ايه بس انا خلاص عقب شو اسمه دخل معانا سايور دخل معانا محفد ذبحنا كلنا